المجد يسوع. أنا يوم ذاك أنا كان بيقول أول مرة اختارني كمطران ديكتاتوري. أنا كان بيقول ساقا دربني. وساقا كان درب زول من كنت كنت لكن بعد درب لي دربني تاني مرة يعني قلت خلاص تاني الساقا دي دربني. أنا أفتكر أنا بكون حاجة دور دي أو ثالث مرة ياو ليسا ساقا تاني يا دكاني مدون ما ترى كمان. فأنا بشكركم يعني المكتب بتاع كاردينال ده ما مكتب بتاع مطراني ستيفن لكن المكتب ده عليكم انتم مؤمنين بتاع مطرانية جوبا ولكن يعني كل جنوب السودان أجمع ده فرح علينا العظيم ربنا ربنا عشان كده واحد منكم قبل قال هنا ممثلين ناس بتاع جنوب كله وده كلام صح انتم ممثلين كنيسة كله في جنوب كل مؤمنين في جنوب ده مفروض كمان حاجة الآن في سوق بتاعي ككاردينال يمثل كل الناس بتاعنا في جنوب السودان وأنا أتمنى برتبة ده رتبة يعني لخدمة للشعب بتاع الله هنا في جنوب السودان وأنا أتمنى لكم إيمان قوي ووحدة قوي ومحبة قوي مهما كان الكنيسة بتاعنا ما بيكون قوي إلا بمصالحة بيننا وبعض دائما كان بيك أكل ما تأكل برا ها أكل أكل ما أخوان بتاعك عشان كده فرحة دي خلينا نشتري ما بعد لأنه دي ما حاجة من عندي زول دي حاجة من عندي الله الله ياو أدانا فرحة دي عشان كده يا مؤمنين أنا بشكركم يعني بشكركم عظيم سديد لأنه بيقولوا في تخاليد بتاعنا التير الجاب بدي سبا يا أبي اللي جو سنو انتم اول مجموع انتم اول مجموع جيتو عشان كده بركة يمشي لكم كلكم روحوا الكبير ليسا فخلينا نستمر بروحنا عشان ربنا يبارك حياة بتاعنا زيادة وزيادة وزيادة شكرا لكم ونيومي أنياغا أنياغا ربنا ونيومي شكرا لكم سيدي علينا نشكر ربنا ونشكر كمان بابا الجا هنا وشاف ويونكم كلكم واحد 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 وقال بعدها قال خلاص انا بي
يشكركم كمان بحاجة تاني دياو بيجينا فيو فربنا دائما بيشوف لناس الفقراء الكنيسة بتاعنا تعبان لسه مجروح عنده جراحة يعني عنده مجروح يعني سديد سديد لكن بوصلنا كلنا لهنا بنجيبوا إناده بنجيبوا المحبة دي الوحدة دي وشفاء سوا عشان شفاء دي أو مهم خالص فنشكركم جزيلا خلي ربنا يبارك خلينا نختم إناده بتاعنا دي بالصلوات Spirit. Amen. Okay, let us remain in the peace of Christ. Thanks be to God.